الحالة الأولى عائلة مختاري من بلدية ديرة بدائرة أو ولاية البويرة، كانت تعيش في ظروف مزرية قاسية جدا، متكونة من 6 أفراد. الزوج كان مريض بمرض السرطان، أيضا مكنهم المحسنون من تهيئة بيتهم إلى الأفضل في صورة جميلة جدا، وأيضا تمكنت أم من إجراء عملية لابنتها على مستوى العين، صورة تبعث على السرور والافتخار بالجزائري المتضامن مع أهل بلده. نتابع هذه الصور وهذا التقرير لخير الدين بن زعرور، ثم نعود إلى البلاطو من أجل التعليق. تتذكرون قصة عائلة مختاري من ولاية البويرة؟ مرت في عدد سابق من البرنامج، بثت نداء الأمل لأصحاب القلوب الرحيمة والضمائر الحية لمساعدتها على تحسين ظروف المسكن والمعيشة. معاناة هذه السيدة تعمقت أكثر بمرض ابنتها من عينها، ولم تقدر على علاجها وإجراء العملية الجراحية لها. والله ما هي معيشة، ربي يعلم. أنا كل ما نخدمش أنا نفت الطعام ونقلي الروينة ونغسل الصوف وخيط صور تعويرها ما يبعث. كل ما نخدمش عند سوى الله ما تقومليش تكسبني 100. احتاجت سقمو لي دويرات، هذو الدار اللي نسكن فيها ماشي قاعد في دار، وداوي لي طفلها هي مريضة. زراني قاعدين في 3 ماهوش خدامين. اللي طاق على حوايج يحاولني بها اللي ما كانش ربي فرج. قصة خالتي مختاري حركت مشاعر نبيلة لعشرات المحسنين، ووجدت الأذان الصاغية. رجع برنامج وافعلوا الخير إلى السهول الغناء بولاية البويرة لنتقاسم معها ومعكم فرحة الحياة الجديدة. السلام عليكم. على هذا النحو الجميل أصبح منزل خالتي مختاري في حلته الجميلة والجديدة، بعدما خضع للتهيئة والترميم وجهز بأفخم الأثاث والأفرشة والأجهزة الكهرومنزلية. حاجة عائشة، السلام عليكم. السلام عليكم. يعني اليوم نشكر استني الحاجه، واش راكي لاباس؟ والله الحمد لله، كي شفتكم راني لاباس. جاو عندك اليوم في برنامج وفعلوا الخير؟ جاوني الحمد لله وفرحت بهم. وانت راكي تسكني هنا في هذا الدوار، انا شتها بعيد شويه على البلديه تاع شويه على الصور شويه. قولي لي الحاجه، ذكرينا غير بزوج كلمة ثلاثة، كي كنتي قبل ما تبدل حياتك؟ كنت قبل نحس روحي مانيش عايشة، في كلش، في المعيشة، في الكسوة، في كلش، في المشاكل، كلش. كي جاوا عندك فوتي معاهم جاوا وعاودوا؟ فرحت والله فرحت. قبل ما لا من دخلتي لعندنا البرنامج؟ دخلت عندكم. كان عندك امل باش تبدل حياتك؟ كان عندي الامل. علاش كان عندك الامل؟ قلت انا قلبي فرح، قلبي كي فرح الحاجه فرحت. لحقت للبلاصه هذاك سبحان الله، قلت لي ما جاتني الحاجه بزاف الدنيا قليله. ومن بعد جاوا الجماعه هنا وكذا البرنامج، ومن بعد جاوني البرنامج جاوني والحمد لله. خدموا لك الدار؟ خدموا لي الدار زينه والحمد لله. الشتاء تاع الاول هذا اللي فات الحمد لله، اللي هذا كل سنين 20 سنه بالهنه. أني شفت البنات الدار كامل مليحه، دوك الناس المشاهد كامل دوك يشوف الحمد لله. الكويزينيار، الفريجيدار، كاع الامور الضروريه كاينه. الضروريه كاينه عندك الحمام الدوش ان شاء الله. ان شاء الله كان باقي داك التيو دوك ان شاء الله ثاني ندير بيه الله تعالى، باش تولي تحلي السباله والدوش انت وسي الحاج ان شاء الله تعالى. ان شاء الله الغاز كاين، الماء كاين، إن شاء الله. إذن كل 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 وسائل الحياة الكريمة موجودة الحمد لله رب العالمين. مؤسسة الشروق الخيرية، وبعد المساعدات المادية لأهل البر والإحسان، كلفت جمعية أصدقاء المريض ببلدية سور الغزلان بولاية البويرة حتى تتابع عن كثب أشغال تهيئة المنزل وتأثيثه. تجهز بضروريات الحياة الكريمة. الفرحة لم تزع خالتي مختاري، تبتسم بعدما دبت فيها الحياة من جديد ورجع إليها الأمل.
احساسك كي راكي تحسي وانت في هذا البويته في هذا الدار ومع هذا الراجل كي راكي تحسي؟ الحمد لله نحس الحمد لله ان شاء الله يتوصلوا لي شي حوايج في قلبي باه الريح انا وشي مثل ثانيه شويه اتمنى نجيبش نخدم ما خديتيش تخدمي ما قلت خلاص وزدت هذا الطبيب من علي الخدمه تاع البويره هذا من علي قال لي طامني لانك راك ما قلتي لي مريضه فيك القلب وفيك القلب لاطاسي والسكر تما ما تقدريش تخدمي ما نقدرش وكاش اللي مدنا صدق ميزان الحسنات ما شاء الله واللي يعطى لي حاجه ربي ان شاء الله يحفظه اللي ما عطاليش ربي ان شاء الله يحفظه كاع الحمد لله ان شاء الله وانا في الحصه هذه انتم اللي هزيتوني ما كاينش اللي عيط لك تمكنت خالتي مختار من اجراء عمليه جراحيه دقيقه على عين ابنتها وتحسنت بصوره اكبر تحمد الله وتشكر كل من تعاطف ووقف معها مشروع المستقبل السياسي بعون الله تبارك وتعالى وانت يا الحاجه نقول لك عليك الحمد ربي يستركم ان شاء وربي يبغيك تعرفي علاش تعرفي علاش ايه راكي مجمعه في البلاطو مع خاوتك وولادك شفت يا شوف ربي يستركم لا اليوم راني عندك راكي مجمعه هنا وهادو تعرفي شكون راهم يشوفوا فيك والله غرب الاحرار الاحرار والحرات تاع الجزائر شباب وشبان والفحلات تاع الجزائر غادي ان شاء الله ما يخلوكش بعون الله تبارك وتعالى الحلم الذي عبرت عنه خالتي مختار في بلاطو برنامجه فعل الخير وهو زيارة البقاع المقدسة مكة والمدينة تحقق الحلم تدخلت إحدى المحسنات ووعدت بدفع تكاليف العمرة لخالتي مختار كنت أنا نعقل طلبنا لك باش تروح كنت باغية تروحي تجيبي عمرة كنت باغية وقدمت الباسبور ودرنا نداء وكان واحدة استجبت كاين وحده عندنا استجبت ما جابتش كامل المبلغ تاع العمره ولكن جابت تقريبا ثلثين يعني اللي بنتي تاع المبلغ وان شاء الله تروحي للعمره بعون الله احنا الواجب تاعنا ان شاء الله تعالى كي حلوا ترفد الكورونا تروح وتنحل الاخر تروحي معززه مكرمه تجيبي العمره تطوفي على البيت وتسعي بين الصفا والمروه ويعني ديري كاع الاركان تاعك ان شاء الله وتفرحي بعون الله لانك تشربي ما زمزم وتدعي ربي عند الكعبه يزيد ربي ان شاء الله سبحانه وتعالى يوفقك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يستر المحسنين ويحفظ الجزائريين ان شاء الله وربي يحفظ البلاد واللي فيه الخير ربي يجيبه امين يا رب هذا مكان وربي يحفظكم كاع اصحاب الحصه امين ودعنا خالتي مختاري على امل ان يديم الله عليها الصحه والعافيه بعدما دبت فيها الحياة من جديد بفضلكم يا أهل الخير فدمتم للخير عنوان في كل ولايات الوطن وربوع البلاد